متابعي مدونة الأرباح، أهلا بكم. اليوم في درس جديد سأريكم طريقة ربح خدمة مجانية من موقع فايفر. موقع فايفر قد شرحناه سابقا في مدونة الأرباح، ولمراجعة الدرس السابق أنصحكم بمتابعة الدرس طريقة ربح آلاف الدولارات من موقع فايفر. موقع فايفر في شرح بسيط هو موقع لبيع وشراء الخدمات المصغرة، شبيه موقع خمسات المشهور الموقع العربي. وموقع فايفر يعني يمكنك من بيع وشراء عديد الخدمات. المميز في هذا الشرح أني سأريكم طريقة تمكنك من ربح خدمة مجانية عن طريق هذا الموقع بدون أن تدفع أي سنت. كما تعلمون في موقع فايفر أنه يعني كل خدمة تشتريها في ب5 دولارات فما فوق. هنا سأريكم كيفية شراء خدمة مجانية. لشراء خدمة مجانية طبعا يتوفر عديد الشروط، أهمها أن يكون الشخص الذي سيرسل خدمة مجانية لصديقه أن يمتلك حساب في فايفر مسبقا كي يستطيع إرسال خدمة مجانية، هذا أهم شرط. بالنسبة للإخوة الذين لا يمتلكون حساب فايفر، يكفي أن يترك إيميل، يترك يعني الإيميل وتعليق بسيط أسفل هذا الفيديو، وسأقوم أنا شخصيا بإذن الله بإرسال له خدمة مجانية. وأيضا سأريكم كيفية شراء هذه الخدمة، يعني ليس فقط الفائدة يعني بإرسال الإيميل ويعني عمل الحساب، سأريكم كيف نفعل هذه الخدمة. لإرسال الإيميل أو لإرسال الخدمة المجانية عفوا، سأضغط هنا على داشبورد، ثم ستضغط على انفيت فريند. المميز في موقع فايفر أنك تستطيع التسويق عن طريق هذا الموقع، لأنه باستدعاء لأصدقائك ليس فقط سترسل له يعني خدمة مجانية، أي أنه الشخص الذي يشتري عن طريقك بقيمة أكثر من 10 دولار ستربح أنت يعني خدمة مجانية. الآن هنا ستضع اسم الشخص الذي تريد أن ترسل له الخدمة المجانية. طبعا أنا سأقوم بإنشاء حساب أي إيميل، هذا موقع email.ru يعني موقع لإنشاء الإيميلات الروسية. سأضع أي شيء في الاسم واللقب، يعني هذا لا يهم، فقط هنا أقوم بإنشاء هذا الإيميل فقط لأريكم طريقة عمل أو تفعيل عفوا الخدمة المجانية. هنا إن لم تكن تمتلك فون نمبر فتستطيع أن تترك الحق الفارغ. نعم أنا هنا أضع أي يعني محتوى فقط لي أريكم طريقة فعل ذلك. هنا سيطلب مني وضع الكابتشا، سأضع الكابتشا. ممتاز، في خطوات سريعة وبسيطة جدا قمت بإنشاء حساب إيميل روسي عن طريق موقع email.ru. وطبعا هذا الإيميل سأقوم يعني بإرسال خدمة مجانية له. أكرر الملاحظة التي سقتها منذ قليل، أنه يعني يجب لإرسال خدمة مجانية يجب أن الإنسان يمتلك يعني مسبقا حساب في فايفر كي يستطيع أن يرسل خدمة مجانية لصديقه. من لم يمتلك حساب فايفر مسبقا فقط يترك تعليق يعني فيه إيميله وسأقوم بإرسال خدمة مجانية له. هنا بعد أن قمت بإنشاء الإيميل الروسي سأضغط على Save Finish، وهنا سأخذ الإيميل
وسأذهب إلى موقع فايفر، ثم سأرسل يعني خدمة مجانية لهذا الإيميل، وسيقوم هذا الموقع بإرسال يعني الانفيتيشن إلى هذا الموقع. هنا سأضغط على لوج اوت، سأخرج من الموقع وسأقوم بإنشاء حساب جديد عبر الإيميل الذي قمت بإنشائه منذ قليل. هنا سأصل برسالة من موقع فايفر. نعم وصلتني الرسالة، أضغط على سيف سكيب فينش. هنا يقول لي مبروك، هذا الإيميل قد أرسل لك يعني خدمة مجانية. كي نربح هذه الخدمة المجانية سأضغط على claim your geek for free. هنا يقول لي أنه هذا الشخص يعني يستدعيك للانضمام إلى مجمع فايفر. سأضغط على join now، وهنا سأضع الإيميل. ثم هنا أضع أي باسورد، عفوا هنا يوزر نيم. هنا يطلب مني أن الحصول على الفيرشن الفرنسية. ممتاز، لاحظ معي بمجرد يعني أن دخلت الموقع يقول لي لقد ربحت يعني خدمة مجانية. هنا لقد ربحت خدمة مجانية، أستطيع الآن الاختيار بين هذه الخدمات. سأضغط على هذا الرابط سيأخذني إلى هنا، يعني أستطيع اختيار يعني أي خدمة أريد شرائها. مثلا سأختار الديجيتال ماركتينج، ممتاز. مثلا سأختار نعم هذه الخدمة بيعت أكثر من 2000 مرة. تقول سأقوم بالإشهار لرابطك في موقعي. سأضغط على هذا الرابط. لاحظ معي يقول يعني أنك تستطيع أن تشتري هذه الخدمة مجانا. سأضغط على order now for free، ثم سأضغط على pay now. يشترط يعني فقط أنه تضع رقم هاتفك لتفعيل هذه الجيك. هنا نعم سأضع رقم هاتفي. ممتاز، أضغط على continue. سيقوم بإرسال هنا بعد أن قام بإرسال الكود، سأكتبه هنا ثم سأضغط على continue. يقول لي لقد تم يعني تفعيل الحساب بنجاح، مبروك عليك يعني الخدمة المجانية. ولاحظ معي يعني تم شراء الخدمة بطريقة 100% مجانية، يعني عوض أن تشتريها ب$5. مثلا موقع يعني خمسات العربي لا يمكنك من ربح أي خدمة مجانا، عكس موقع فايفر العالمي يعني تستطيع يعني الحصول على أي خدمة مجانا بهذه الطريقة التي كنت أشرحها. وتستطيع الحصول يعني على عديد الخدمات يعني المجانية بنفس الطريقة يعني كما كنت أشرح. فيكفي أنه تقوم أو تمتلك يعني أبليكيشن فيها تمكنك من يعني عمل عديد أرقام الهواتف لتفعيل الحسابات، وستستطيع بهذه الطريقة شراء العديد والعديد من الخدمات دون أن تدفع أي سنت. بالنسبة لي يعني سأكمل هذه الخدمة وسأطلب منها أن تقوم ب يعني نشر هذا الرابط، شرح حملة عمل حملة إعلانية كاملة على الفيسبوك من الألف إلى الياء. أضغط على كل، ثم أضغط على start order.
ممتاز. وهكذا يعني تمت بداية الخدمة. يقول لي أن هذه الخدمة ستنتهي في 5 أيام تقريبا، في 10 أغسطس. يعني هذا بكل بساطة كان شرحنا لهذا اليوم، كيفية الحصول على خدمة مجانية من موقع فايفر. أتمنى أن الفكرة أعجبتكم. لا تنسوا أن تضغطوا على زر لايك لتشجيعي على تقديم الأفضل، وكل من لم يشترك بعد في مدونتنا فقط يضغط على زر سبسكرايب. شكرا لمتابعتكم.